السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة رباب عبد المقصود يوسف، أستاذ مشارك كولوجيا التعليم كلية التربية جامعة حائل. طبعا أنا سعيدة جدا وفخورة بشكل كبير لالتحاقي ببرنامج الـ IBCT لما لمسته من جدية واحترافية طوال مدة التدريب والالتزام بالمعايير، وأتمنى في القريب العاجل كل مؤسساتنا بصفة خاصة المؤسسات التعليمية اللي بتحط معايير تلتزم بها وتطبقها. فعلا أول مرة أحس إن أنا في تدريب بجد، يعني حاجة فوق الخيال. انا حاسه ان انا يعني بصراحه كان يفوتني كتير جدا لو ما التحقتش بالبرنامج ده، وسعيده وحاسه الحمد لله ان انا انجزت الاجازه دي بدخولي والتحاقي بالبرنامج. اتمنى ان كل زمايلي في كل المؤسسات التعليميه يلتحقوا بالبرنامج ويلتزموا بالمعايير اللي فيه وننفذها ونطبقها، مش يبقى بس ان احنا اخدنا حاجه وخلاص، لا نطبقها كمان ونلتزم بيها في تدريبنا في حياتنا بشكل عام. حاجه بصراحه انا فخوره جدا جدا رغم الصعوبات والضغوط الكبيره جدا، بس صراحه استمتعنا بشكل كبير. طبعا مش بقول كلام وخلاص، ده فعلا صدق. انا برشح البرنامج ده لكل زمايلي وكل عايز يطور من نفسه ويطور من ذاته ويبقى مدرب محترف. كل الشكر طبعا بفضل الله ثم المدربين المحترفين اللي اكثر من رائعين، يعني خدنا تدريبات كتير جدا عمرنا ما لمسنا ولا شفنا حاجه بالشكل ده بصراحه. يعني انا حاجه اقول احنا ما كناش عايشين، يعني حاجه ممتازه جدا واكثر من رائعه. ربنا يجازيهم عننا كل الخير. شكرا.